نرجع لاجواء المباراة مع الكوارتر الثاني، ثلاث نقاط تقدم لصالح فريق العربي القطري على نادي بيروت اللبناني. بقول له كوتش باتريك انه كروفورد كان عم يستفسر فقط منك يا حكم، ما كان بده تكنيكال فاول. على كل حال الامور هاديه بالملعب. 22 19 انطلاق ثاني كوارتر. اول كره عم تشوف الفيلد جولز 50%، كثير منيحه نسبه فريق بيروت، حتى نسبه العربي يعني ما نعافي ابدا، بس 50% بالباسكت بول يعني ممتازه جدا النسبه. ما في مشكله هجوميه عند الفريق اللبناني باول كوارتر. مارتينيز عن ثلاث نقاط ما بينجح هالمره بعد ما نجح بالمحاوله السابقه. ميغيل فودا سريع سريع سريع، فودا سريع، لازم ننتبه له لفودا، عم يتوغل بالدفاع ويسجل مش لاول مره، هيدي ثاني مره عم بيسجل بهالطريقه اللاعب القطري رقم سبعه. خمس نقاط كبر الفارق. ميغيل حيدر لهانت، دبل تيم دغري على هانت بس يستلم. لاحظوا تمريرات سريعه حلوه كثير، حلوه كثير، حلوه كثير اللعبه. التمرير السريع سلاح رائع جدا. اذا بنشوف كيف قلبت الطابه من لاعب للثاني، يعني اقل من ثانيه كانت عم تطلع الطابه من ايد كل لاعب. خالد لاتونغي عن ثلاث نقاط بينجح كمان للمره الثالثه، رهيب. لاحظوا تمريره اثنين، لاحظوا ثلاثه اربعه خمسه وسدد، سجل رالف عقل. برافو رالف، بس برد عليها كان تونغي ورجع الفارق خمس نقاط لصالح الفريق القطري. نتشكر جوش خليل اكيد على الاعداد الرائعه خلال هالمباراه. ريباوند كمان للفريق القطري يا شباب. في سله للفريق القطري عبر ديلان والفارق صار ثاني نقاط. اكيد بدها تايم اوت. عودة اللاعبين على ارض الملعب، الفارق صار 8 نقاط لاول مره عم نشوف هذا الفارق بالمباراة. تقدم الفريق القطري 8 اسيست لبيروت 6 للفريق القطري. مارتينيز علي حيدر توغل اللاعب اللبناني، مقطوعه مقطوعه ستيل من ديلن. ما في مزح مع فريق العربي. ستيل حلو كثير من ميغيل، ما في خطا، برافو. انطلاقه سريعه، ارتداد دفاعي مهم كمان للعربي، حلوه تحت السله كثير. خطا، برافو، خطا من تونغي على علي حيدر. هون يقوطوا لعلي حيدر، يطلع طالع يسجل بكل سهوله على اللاعب اللبناني. تعرض للخطا وتسديدتين. من هذا الباب، من هذا الباب،
ينجح بالأول يا علي. والثانية أيضا برافو. الاستفارة لست نقاط وعودة كرم مشرف بدلا من علي حيدر. كرم راح يوقف بالديفنس على البوزيشن نمبر 4. اذا بنتبه اكيد فرق طول بشرى صالحه بدفاعه على خالد عبدي. خالد بياخذ تسديده اير بول. جود ديفنس جود ديفنس من كرم. العقل من دخول روني فهد حاليا استفيد منه المدرب باتريك سيبا من تسديداته عن ثلاث نقاط. لكن ستيل وتون اوفر جديد على فريق بيروت. باونجي لا خالد بالسله دغري بدب عليه. هانت بيعرف في مس ماتش بين كرم وخالد. سعيد الداي خالد استلم في مس ماتش في مس ماتش واضحه في فرق طول لصالح خالد. عم يستفيد منها اللاعب القطري. لازم انتبه هون الفريق اللبناني من هالموضوع هيدا. روني فهد العقل خطأ خطأ واضح من داي على كرم مشرف. سلامات لكرم وقعة قوية. رجع عم تشوف هون اوه بدأ مينيموم تكنيكال فاول. مينيموم تكنيكال فاول يا حكم. يعني صارت يو اف سي بطلت باسكت بول. هانت فهد لكرم. كروفورد فيد اواي شوت من كروفورد اب ينجح. ديانا حاول يتابع بتيب كرم. فرق 8 انتبهوا يا شباب. خالد رجع لبرا لفودا. فودا بياخذوا تسديده بينجح. مرات القليله فودا بيسجل عن ثلاث نقاط. ما تعودنا عليه بيسدد وبيسجل بنجاح عن ثلاث نقاط فودا. بس بهالجيم فاتحه معه. صار مسجل سبع نقاط لهلا. اللاعب القطري الرقم 7 11 نقطه صار الفارق. روني مقطوعة من ديلان ولمست ايده لكروفورد. تيرن اوفر كمان على نادي بيروت. عودة سريعة من علي حيدر على ارض الملعب. يعني عم نضيع كرات كثير سهلة. المشكلة بالتيرن اوفرز مش بنسبة التسجيل، نسبة التسجيل منيحة لفريق بيروت بس في عدد من التيرن اوفرز كبير عم بيكون للفريق اللبناني. كمان دفاع في بعض الفراغات. عم تشوف هون خالد عم يستلم. ديلن مرة سلم ميد رينج شوت ما بينجح هالمرة. اللاعب الامريكي لابد كمان انه نحكي عن النسبة العالية لفريق قطر اليوم اللي موفق كثير ان كان فودا ان كان تانغي. موفقين هجوميا اليوم نادي العربي. ريباوندز كمان لصالح الفريق اللبناني 13-7 لهلا. روني تسديدة كرافورد صعبة كثير وبيسجل اللاعب الامريكي. كثير مهمة هالثلاثية. خمس دقايق على نهاية تاني كوارتر. الفارق رجع 8 نقاط. برافو يا كرافورد. تانغي بيستلم. انتبهوا على تسديدته لتانغي. جود ديفنس بن حيدر. ريباوند برافو. كروفورد بيستلم هو. لاعب رقم ثلاثة اللي معهم هلا ست نقاط بالجيم. فاول ما في باسكت. خطأ وضع على علي حيدر. خطأ من تانغي. خطأ الثاني على اللاعب رقم 8 الأول.
الاول بس على توجيه. معهم خطأين هن اللاعب رقم 5 واللاعب رقم 14 بالفريق القطري اللي هن سعيد ونداي وعمر سيك. كريس هيدا روني بيسدد بيسجل روني فهد دائما بس يعوزه فريقه بيكون حاضر. كمان حماس كبير من تشارلز ديفيد على البنش لروني. 5 نقاط نزل الفارق. برافو يا شباب خليكم بهالديفنس القويه اللي عم نشوفها وكله بيرجع بالشكل الصحيح. كمان هونيك بريتريشن عم ينجح فيها فودا. ديفنس ممتازه حاليا لفريق بيروت. رالف عقل بعد اسيست للفهد شاف زميله فاضي دغري مرر له. حلوه كثير حلوه كثير تايم اوت هون لفريق العربي. كامباك رائعه جدا لنادي بيروت. Tangi and Saïd. Directement, à toi de partir sur le grand. À toi, Franck, reste là. Tu vas prendre ton mètre en vitesse là. D'accord? D, passe. Allez, qu'on fait Hino. Non, mais tu reviens directement. Refais le grand. نرجع لاجواء الجيم. نقطتين بعد ما وصل الفارق ل 11 نقطة لفريق العربي. كامباك رائعة لنادي بيروت. لاحظوا نسبة 3 بوينتس 6 من 10 كمان عادي عند فريق بيروت يعني بس كمان 60% حلوة كثير نسبة خيالية 6 من 10 لنادي العربي. على كل حال برجع بقول ما في اي مشكله هجوميه عند الفريق اللبناني بس تركيز اكثر بالدفاع وانتبه للتورن اوفرز. ديلان جامب شوت ميد رينج حلو كثير حلو كثير التسديده كثير عالي وبعدها نسبه تسجيل عاليه على كل حال عند الفريق العربي. تسديده صعبه كانت لديلان بيسجلها. 4 نقاط رجع الفارق. كروفورد دبل تيم مع كروفورد بمرر لرالف طلع على السله رالف لبرا لعلي عند 3 نقاط بيسجل علي حيدر بيسجل علي حيدر 2 بوينتس بيقول الحكم. امتياز على الزيح بسيطة نقطتين فارق 3 دقائق يعني هي ثاني كوارتر. حاولة ستيل من كرم فاول فاول من كرم ثالث خطأ على كرم. شو بدك فيه؟ شو بدك فيه يا كرم؟ عم تشوف هون اختراق العقل وتمريرته كان داعس على الزيح واضح هون علي حيدر اللي بيسجل اللاعب اللبناني 6 نقاط برصيده صار. كان عم بيرجع على البنش اكيد 3 اخطاء عليه دخل سيريسلي بفاول ترابل هالمره. خالد عبدي دبل تيم ديلان عن 3 نقاط ما بينجح هالمره يعني اذا هيك كان سجلها ديلان كنا قلنا خلص يعني اليوم نسبه مخيفه عند الفريق العربي. تسديد كثير صعبه والجامب شوت وبعيد ومع ديفنس وكاد يحطها اللاعب الامريكي روني فهد بيعمل فيك عن 3 بوينتس بياخذ الميد رينج شوت وبينجح. روني شو هالايد عليك يا روني اسم الله عليك يا روني بيعادل النتيجه 37 كل دبل تيم على تونجي برافو جود ديفنس. كمان عمر على الميد رينج ما بينجح المره. انتبهوا يا شباب من الاوفنسيف ريباوند في كمان خطا مش بس ريباوند في خطا. مين الخطا؟ اللاعب رقم 7 روني فهد. انتبهوا
تبديل بالفريق القطري، عودة سعيد ضاير أم خمسة. عم نشوف شو اللي صار بالطابة الأخيرة. هون عمر بياخذ شوط مكان. ما في فاول كاميروني على خالد. ما في باسكت، ما في باسكت. ترجع الطابة لفريق بيروت. برافو. جود ديفنس يا شباب. دخول جون عاصي كمان رقم خمسة بنادي بيروت. عم نشوف هون كمان شو اللي صار. ترافلينج واضحة. ترافلينج طلع ونزل. بدون ما تطلع الطابة من ايده اللاعب سعيد ونداي. محاولة ستيل. ضل طابة لبنانية. دقيقتين وخمس ثواني عن نهاية التاني كوارتر. رالف. اوه خطرة كثير يا شباب. ما كان بدها. زمطنا فيها. يلا اكل حالك. كروفورد عن ثلاث نقاط. ما بينجح. ريباوند لعمر. تمريرة صعبة كثير. أنا على التعادل. نرجع نشوف الكرة الأخيرة وخطأ. خطأ من كروفورد. محاولة ستيل على ديلي. بس بعد ما في فاول ترابل عند كروفورد. خطأه الأول. عمر عمر بيطلع يساند زميله. تسديد عن ثلاث نقاط لخالد. من الديفنس يعني ما معقول، ما معقول خالد عبدي. رغم الديفنس عليه من هانت عم بيسجل اللاعب القطري بيرجع بعيد. التقدم ثلاث نقاط. رح نرجع نفوت بالحسابات بس مش هلا. بثاني قسم من الجيم خبركم شو بصير اذا خسر بيروت بفارق خمسه او فارق 10 او فارق 17. هلا خلونا مركزين بعد بكير نفوت بهالعمليه الحسابيه. تحت السله ديلن بيسجل بكل سهوله. حلو كثير الاسيست. في تايم اوت هالمره لكوتش باتريك سيبا. رجع الفريق خمس نقاط للفريق القطري. دقيقه وثلاث ثواني على نهايه اول هاف من المباراه. Mistakes on offense and on defense. We can't afford it. Si tu es côté opposé de la balle, tu tombes. Skip it, then feed the post again. Okay, let's go. Let's go. Yalla, stay together. Together. One to see. Yes, let the door. That is done now. Let's go. On attack. On attack. Je joue comme Mario. Tout le monde dit l'autre. Tout le monde dit l'autre. Regarde, je renforce. Prends, tu as la balle. Tu restes avec la balle. الفريق اللبناني بيرجع على الملعب بانتظار فريق العربي. عم يستفيد المدرب يعني الاخر من التايم اوت. عارف قد ايه مهمه هالمباراه لفريق العربي اللي متذكر عنده فرصه يتصدر المجموعه اليوم. الفرصه الوحيده انه يتصدر فريق العربي هو انه يفوز بفارق 17 نقطه او اكثر على فريق بيروت. بوقت بيروت اذا خسر باقل من خمسه بضل بالمركز الاول. علي حيدر. نرجع نحكي اكثر عن الحسابات. قدم القسمتين من الجيم. عاصي لهانت. دخل على السله. حلوه كثير من هانت بايده اليمين. سريع عنده درايف ممتازه. اللاعب الامريكي يتحرك بشكل سريع جدا. فيري بيرجع ثلاثه. يلا شباب 40 ثانيه. لازم انتبهوا على الديفنس. برافو. ديفنس عالية من روني على خالد. عم بيسدد رغم هالشيء. خالد عبدي مش مقبول. خالد عبدي مش مقبول. مش مقبول. شو هالايد اللي عليه خالد. خالد صار معه 12 نقطة بالجيم. الفارق بيرجع ست نقاط.
ما عم يلقاله حل خالد عبدي. كمان في مس ماتش عليه بالديفنس، يعني بده لاعب بطوله يدافع عليه. كرم لو بعده كان على الملعب كان هو اخذ المهمه هيدي. على كل حال تحت السله لا هانت حلوه كثير، في بلوك شوت عمر سيف، بلوك شوت واخر تسديده باول او بثاني كوارتر. 45 39 ست نقاط الفارق بعد ما في شيء بالجيم، هينين كثير يتعوضوا بالكوارتر الثالث. نحن متوقف لبريك ونرجع لمتابعة هالمباراة القوية جدا بين نادي بيروت اللبناني ونادي العربي القطري. Move to the south.